واليوم أقسم أن صوتك صورة طاحت بأشباه الرجال مكشرة. يا أم مصعب والوليد وحمزة، يا أم مصعب والوليد وحمزة، لا تحسبن بأنكن نوادر، هذه نساء مدينتي قد صدرت قصص الفداء مكررة. يأتي الخبر، يأتي الخبر بأبي وابني قد مزقت أجلاؤهم بمزنجرة، فكنت أجهش بالبكاء وأنت تنعين الحبيب مكبرة. أي النساء تمثلين؟ أي النساء تمثلين؟ أمغررة؟ متآمرة؟ متحورة؟ لا والذي خلق العباد، لا والذي خلق العباد، فأنت حقا ثائرة. أو تعلمين عزيزتي؟ أو تعلمين عزيزتي كم أعين أضحت مبصرة؟ فكما قتلت اليأس في أعماقنا، ها أنت تلقين الأسى في مقبرة. عار علينا، عار علينا إن سكتنا حين تمتد الآيات الغابرة. فالظلم لا يعني الخضوع، فالظلم لا يعني الخضوع، والسلم لا يعني الخنوع لسلطوات فاجرة. لا تلتفت، لا تلتفت، فالظلم قد فاق المدى، وبكل بيت ذكريات فاجعة. لا تلتفت، فالناس بدأوا يبصرون برغم أبواق النظام الخادعة. والفرق والخلق في الطرقات بعد صمودنا باتت لشارات الكرامة رافعة، والأزهر المكلوم في قاداته خرج الشباب ليسلبوه الجامعة. فلتنتفض، فلتنتفض وانظر لأعداد البشر وكيف صارت موجعة. الغاز أصبح عطرنا، ألعابنا خرطوشة ومضرعة، ألحاننا صوت الرصاص، تتراقص الآذان لما تسمع. شارك باسمك في الملاحم، إن أيام الكرامة راجعة. فلسوف يأتي اليوم نخبر نسلنا قصص الفداء الماتعة، ولسوف يجمعنا الزمان لنحتفل في رابعة.